إعلاميات والصحفيات للمشاركة في تغطية الأحداث في البلاد. كان الهدف الأكبر وراء تشكيل منظمة صحفيات بلا حدود في بغداد الخميس. رئيسة المنظمة الجديدة أكدت أن المنظمة ستعمل على مساندة المرأة الصحفية والدفاع عنها فضلا عن تقديم الدعم القانوني لها، فيما لقيت فكرة المنظمة دعما واضحا من قبل الأمم المتحدة في بغداد. فسح المجال أمام الصحفيات والإعلاميات للمشاركة الفعالة في تغطية الأحداث في كافة المحافل الدولية والمحلية، ومساندة المرأة الصحفية والدفاع عن حقوقها، وتعزيز حرية الصحافة والرأي وحرية التعبير في المجتمع. الولايات المتحدة والأمم المتحدة تدعم المرأة العراقية على عملها، والصحافة عنصر أساسي ومهم في المجتمع، ولا توجد ديمقراطية بدون صحافة حرة، ولا توجد ديمقراطية إلا بتمثيل حقيقي للمرأة داخل المجتمع. الناطق الرسمي باسم الحكومة بصفته الراعي للمنظمة أكد أن انبثاقها يمثل توجها مسؤولا لإشراك المرأة في المجتمع، فيما دعت وزيرة المرأة إلى تكريس دور المرأة في المجتمع من خلال تلك المنظمات. إن ظهور منظمة صحفيات بلا حدود يمثل توجها مسؤولا لأن تكون المرأة الصحفية مساهمة وبقوة في بناء الدولة وعكس الرؤى والأفكار والتطلعات التي يحملها نصف المجتمع. بعضهم ينتقد هذه الظاهرة بأن تكون هناك يعني منظمات خاصة بالنساء في مجال الصحافة والإعلام. أنا أقول لا ضير في ذلك، لأنه المرأة تريد دائما أن تشق طريقها يعني وفق رؤيتها الخاصة. وبحسب مراقبين فإن تشكيل منظمة تعنى بشؤون المرأة الصحفية يعد مهما في المرحلة الحالية، إلا أن الخشية ما تزال حاضرة من ألا تأخذ دورها بشكل فاعل وسط غياب قوانين فاعلة تنظم عمل الصحافة وحرية التعبير في البلاد. إدريس جواد، السومرية.